الأدوار الأولانية بتبقى مكاتب وإدارات، الأدوار الأخيرة بتبقى شقق. إحنا هنقعد في الشقة من دول لحد نص الليل ونبدأ العملية. هنطلع من السلم لغاية السطوح، وهنا بقى تيجي مهمتك حسام. مهمتي؟ في ساري علم بارز من مبنى البنك مواجه للسطوح بتاع المبنى السكني اللي إحنا هنكون واقفين عليه. المسافة بينهم 8 متر، وانت دلوقتي ما شاء الله بتنطهم بسهولة. كل اللي مطلوب منك انك انت هتنط من السطوح بتاع المبنى السكني لمبنى البنك. تهامي هيرمي لك حبل في نهايته خطاف. انت هتربط الخطاف ده في عمود حديد فوق السطح بتاع البنك. احنا من الناحية التانية هنربط الحبل في عمود حديد برضو فوق السطح اللي احنا فيه. وهنعدي لك. لما اقصى باشا، يعني احنا هنهبق على البنك ده منين في الاخر؟ احنا هنخش من الباب الالكتروني بتاع السطوح، وده هيودينا للسلالم الداخليه بتاعت البنك. الشفره بتاعت الباب الالكتروني موجوده مع زاهر على السي دي. طب افرض يا باشا ان حد شافنا واحنا بنعدي. المبنى ده موجود بعد مبنى البنك بحوالي 4 عمارات في اخر الشارع، هو لسه تحت الانشاء. هنرمي فيه قنبله هيعملها لنا الشيخ حسن. القنبلة دي معمولة من مواد بسيطة جدا. طبعا احنا مش هنقدر ناخد القنبلة دي معانا، انما لما هنحتاج لها الشيخ حسن هيعملها لنا في اقل من 10 دقايق. مش كده يا شيخ حسن؟ وفي اقل من كده ان شاء الله يا باشا. الامن والبوليس طبعا هيجروا ناحية انفجار في الوقت اللي احنا هنبقى فيه جوه البنك. هو مين اللي هيرمي القنبلة يا باشا؟ انت يا ابراهيم. انا خريج اداب. ما تخافش يا ابراهيم، المسألة بمنتهى البساطة. تخيل انك انت ماشي في الشارع وعايز تشرب سيجارة. طلعت علبة السجاير بتاعتك ما لقيتش فيها غير سيجارة واحدة. هتاخد السيجارة وهتروح مطوح علبة السجاير بعيد عنك. في حاجة دي؟ ما هي علبة السجاير دي هي القنبلة. طب على خيرة الله. أمال حضرتك قلت لي ليه لازم أتكلم عبري كويس؟ عشان أنت هتكون ماشي في الشارع. اي حد يسالك سؤال كده يكلمك كلمه كده لازم ترد عليه بمنتهى الثقه والثبات عشان ما يشكش انك انت مش من اهل البلد. فهمت يا ابراهيم؟ فهمت يا باشا. معلش يا باشا بس اخر سؤال دلوقتي، احنا بعد ما هنعدي من سطوح العماره لسطوح البنك اللي المسافه بينهم 8 متر وننزل البنك اللي مليان كاميرات مراقبه ونعدي من الطرقه اللي مليانه ليزر بيموت ونخش من باب الخزنه الفولاذي الحديد، وبعد ما نخرج من البنك بكل الشنط دي اللي قدامه حراسة مشددة في أم الليلة السودة دي، هنرجع مصر عادي؟ هنرجع إبراهيم، هنرجع. ربنا يوفقنا إن شاء الله. إحنا هنمشي دلوقتي، يلا بينا. ايوه يا بيه. يعني تعرف ابو موسى؟ ومين ما يعرف ابو موسى يا بيه؟ اخباره ايه دلوقتي؟ كويس الحمد لله. ايش؟ الشباب هدول كلهم رايحين غزه؟ اصل احنا رايحين نجيب بضاعه وراجعين اخر الليل يعني. غريبه هذه. ايه الغريب اللي فيها؟ الناس بتاخد بضاعه من هنا بتوديها هناك. اول مره اشوف حد يسافر ياخد بضاعه من هناك ويجيبها هنا. لا اصلها مش بضاعه بضاعه، هم لينا قرشين عند ناس رايحين نجيبهم يعني. دي نهاج بك بيطني قد. ايش؟ انتوا يهود؟ يهود ايه؟ يهود ازاي؟ احنا مصريين والباسبورتات اهي. اهو الباسبورتات اهي.
مصري يعني مش ما فيش حاجه. اصل الواد ابراهيم ده يحب يعمل مقالب. ده ابراهيم ما تتكلم يا ابراهيم. ده انا بقول ان السواق سواقته ممتعه جدا وانه كيوت. انه ايه؟ كيوت. طب بص يا باشا، كيوت ولا مش كيوت؟ كيوت. ها؟ لا كيوت. كيوت الله. اطلع سولو اطلع. لا كيوت اصلي. يلا سولو انت كيوت يا سولو. اطلع. رخصك. ناجي عطا الله عميد سابق وملحق سابق بالخارجية. على فين يا ناجي بيه؟ رايحين نحضر فرح عقبال اولادك. فرح مين؟ فرح بنت ابو موسى في رفحة. ودول مين؟ دول الفرقة اللي هتعمل زفة وتهيص في الفرح. نقطة للعروس يعني. اتفضل. اتفضل انا اجيبك. بسم الله الرحمن الرحيم وهنبدأ الليلة. عريسنا الزينك حيلة العلوة عروسته حلوة وجميلة. لو صبر القاتل على المقتول النور اهو زي الفل. فرح العمده تحت. النبي خف النور شويه يا ابو مصر. لا والنبي والنبي يا نجيب ما تخلوش يخف النور. ابوس ايدك. خلاص بلاش يا ابو مصر. حسام تمام يا باشا. ابراهيم ابراهيم ابراهيم. يلا انزل. يلا انزل. انا راجل غطاس. الموضوع ده تافه بالنسبه لي. حسام حسام انت فين يا حبيبي؟ شيخ حسن لن نصيبنا إلا ما كتب الله لنا. طعامي انزل بالراحة. ها دفن متلصم ما تدبش على الأرض. أمرك يا باشا. زاهر لا 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 بلاش انا والنبي ده جيبيه. بلاش انا والنبي ده ضيق قوي. انا حاسس ان انا هتخنق تحت. انا عندي فوبيا من الاماكن المقفوله. الله اكبر يا باشمهندس ما تهبق وتنزل. الله ده شكله حتى سرح وبارح. ده بركه الضحك اللي كان في امه. ده عظمه عظمه عظمه. الله الله الله.
ما تنزل يا باشا، دي شكلها شرحه وفرحه. طبعا ما هو ده بالنسبه للنفى اللي انت قاعد فيه انت وامك، ده يعتبر سويت. يلا يا زهر بلاش فنانه، يلا يلا امسك ايدي امسك ايدي القفوا معايا يا تهام. انزل 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 ما تخافش، انزل انزل ما تخافش. تمام يا باشا.